أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج مقطع السطر، لنحكي عن عنوانين مهمين. أول عنوان يعني بداية الأزمة 2019 اللي دينوا على الدولار، إن كان من المحلات التجارية أم من المصارف أو غيرها، وراحوا صاروا يسددوا على 1005. هلأ في كمان اللي المدين، في منهم قبل، اللي ما قبل أودعوا عند كتاب العدل. يعني عنوان كتير مهم بدنا نفصله بالمسار القانوني، وهل من عدالة بهالخصوص وخصوصا عند القضاء؟ عنوان كتير كبير رح نحكي مع ضيفتنا اليوم المحامية بالاستئناف نريمان شلوحي. أما العنوان الآخر فهو عن المعابر الغير شرعية والشرعية كمان، كيف عم بيتم استباحتها، من اني هن المسؤولين عن هالمعابر واللي هن طبعا عاملين اتفاق من لبنانيين وسوريين بين بعضهم البعض لحتى يستفيدوا ماديا واقتصاديا. ليش الدولة والجيش اللبناني ما قدر من كم سنة لورا لهلأ انه تنضبط هالمعابر؟ هل صحيح في تضاريس تمنع ذلك أم في قرار سياسي؟ المعابر ما لها وما عليها، وخصوصا لو مضبوطة المعابر كنا عم نعاني اليوم من أزمة النزوح المتفشي بلبنان. كمان هالعنوان رح نفصله مع ضيوف من المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، المحامي علي عباس، اليوم ربيع الهبر مؤسس ستاتستكس لبنان، والعميد المتقاعد جورج نادر. إلى البداية بدي رحب بضيفتي المحامية بالاستئناف، حائزة على شهادة امتهان في الوساطة وعضو في لجنة الوساطة بنقابة المحامين ببيروت، نريمان شلوحي. أهلا وسهلا فيك مات. صباح الخير. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بدنا نبسط الأمور. اليوم مدين، في حدا تدين وحدا لازم يرد الدين، مش هيك؟ نعم. فاليوم في تعريفة بالقانون طبعا عملية العرض الفعلي والإيداع، بس بالبساطة كيف بدنا نقولها للناس؟ أول شيء بهمني أقول أنه قانون أصول المحاكمات المدنية أجاز للمدين يلي بريد يبري زمته تجاه الدائن أنه يودع المبلغ اللي هو بيعتقد أنه ببر زمته، يودعه لدى كاتب العدل باسم هذا الأخير بواسطته، وبقوم كاتب العدل بأكيد إثبات هذا الشيء بموجب محضر، ويتم إبلاغه للدائن يلي بحق له يرفض أكيد، وإذا قبله بكون هون انتهى الموضوع، ما في أي خلاف. في حالة نزاع، لما بيكون في نزاع أكيد، هلأ إذا رفض هون بيصير في نزاع. وهون بهمني كمان وضح للمستمعين والمشاهدين أنه مش أنه أودعنا نحن هالمبلغ اللي نحن معتبرينه أنه مبرق لزمتنا معناته خلص انتهت القضية. كتير مهم أنه من بعد ما يتبلغ رفض الدائن لهالإيداع عنده مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ أنه يقيم دعوة لإثبات صحة هالعرض الفعلي والإيداع اللي تم قدام المحكمة المختصة أكيد. بهذا اللجوء إلى هالإجراء هو بالحالات الاقتصادية، بحالات الشلل الاقتصادي بالبلد، تغير سعر الصرف، مش هيك؟ أم بالحالات العادية؟ يعني شو الأوجه اللي بيتم فيها اليوم العرض الفعلي والإيداع؟ نحن بنعرف العرض الفعلي والإيداع موجود من تاريخ يعني صدور قانون الأصول المحاكمات المدنية، بس بلش إذا بدك ياخد طابع كتير مهم وكتير واسع، وعم نشوف كتير دعاوى هلأ يعني هائلة العدد تبع قدام المحاكم. أكيد من بداية الأزمة الغير مسبوق لها يعني اللي عم بيشهدها لبنان من سنة 2019، شهر تشرين 2019 يلي دهورت الليرة اللبنانية مثل ما بنعرف، صار عنا الأزمة الاقتصادية، وصار أنا اشتريت على 1005 ولي بدي أدفع على دولار 20 أو 50 أو 40 أو 60. هون تراكمت أكيد العروضات الفعلية عند كاتب العدل، الكتاب العدل، وتراكمت الدعوة أكيد، لأنه بطبيعة الحال الدائن عم بيعتبر حاله مظلوم أنه هالمدين عم يودع له دينه على أساس 1507.5 اللي كان معلن عنه بمصرف لبنان. نعم. وأكيد بعد ما تدهورت الليرة اللبنانية بنعرف صار فيه تعدد، يعني صار فيه ظالم ومظلوم. صحيح، بس أنا بعتبر هيدا رأيي الشخصي أنه أكيد المواطن
الفقير المعطر اللي بدنا نقول يلي ما استفاد من الهندسات المالية وإلى آخره اللي نحن بنعرفهم، أنه هيدا ظلم، يعني أكيد ظلم. نعم. حجزت مصرياته مثل ما بنعرف بالبنوك وما عاد يقدر يستحصل عليها، وبالتالي هيدا يجوز الأخذ بعين في حالات عدم عدالة بهالعنوان اللي نحن عم نحكي عنه. بدي أذكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي عنده أي سؤال حول هالموضوع 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 الواتساب كول 76-611-001. في يعني طبعا مواطنين دينوا من المصارف، سددوا ديونهم على 1005، يعني كانوا هن كيرين، هن تدينوا من مؤسسات تجارية، غسالة، برات، تلفزيون، مفروشات، صار بدهم كمان يسددوا على 1005، وصاحب المتجر أو المؤسسة بيقلك أنا شاريها على الدولار، ليش بدك تدفع لي دولار؟ يعني هيدا هالنزاع رح يروح في مكان ما من بعد، يعني طبعا الإيداع عند كاتب العدل إلى القضاء. صحيح. بس السؤال، القضاء عم بيحكم بالعدالة؟ لأنه عنا معلومات. نعم. إنه هيدا مش ما في قانون بيرعى شيء عند القضاء، شو صحة هالأمر ماتر؟ صحيح، مش لأنه ما في عدالة عند القضاة، هيدا تنوضح هيدا النقطة، بس لأنه ما في تشريع بحدد السعر الصرف الرسمي، لأنه كل قاضي يعني عم بيحكم حسب مغاير. مظبوط، ما في هلا اجتهاد موحد. نعم. لأنه ما في قانون بحدد سعر الصرف الرسمي. نحن مثل ما بنعرف من تاريخ صدور قانون النقد والتسليف، يعني من 1963 دخل حيز التنفيذ بسنة 1964، بالمادة 229 منه حدد نص أنه السعر الرسمي هو السعر الانتقالي. السعر الانتقالي هو سعر القطع القريب بيكون لسعر السوق الحرة، بس لم يعني يصدر أي قانون بحدد قيمة هيدا، يعني قيمته للسعر الصرف الرسمي. ومثل ما بنعرف بعدين كأنه لأنه كمان قانون النقد والتسليف أو لمصرف لبنان صلاحية يعني السياسة النقدية، ولا ينظم السياسة النقدية ويحافظ لنحافظ على الاقتصاد، ثبات الاقتصاد، بالتالي أعلن عن سعر صرف اللي كلنا بنعرفه، سعر الصرف الرسمي بوقتها يلي هو كان 1500، وضل 1507 بعده لهلا قال السعر الصرف الرسمي 1507، لأنه التعاميم اللي صارت هي حددت 15000. ايه؟ إذا نحن عم نحكيها صحيح الشيء، بس خليني هون أوضح أنه هيدا بقيت اعتماده هيدا السعر يعني من سنة 1998 لغاية فينا نقول آخر 2012، ضل تقريبا يعني 2023 معلن عنه يعني مصرف لبنان. أكيد صار فيه كتير يعني اعتماد لعدة أسعار صرف، بس هي بتعاميم. أنا عم بسأل بالقانون. نعم. بالقانون بعده سعر الصرف عم بينقال 1507، لأنه اللي طلع على 15000 هو تعميم مش قانون. مظبوط، هيدا اللي عم قوله، كانت انه هو اعلان كان من مصرف لبنان وكان عم يعتمد، وحتى المحاكم كانت عم بتطبقه، يعني الاحكام كانت تصدر اذا انا بقدم دعوة عم بلزم المدعى عليه يدفع بالدولار الامريكي، ما كنا حتى بحاجة نحط او ما يعني النص بالمطالب انه او ما يوازي بالليرة اللبنانية على سعر الصرف يلي هو 1507 أو 1515. بوقتها كانت المحاكم تلقائيا تعتمد هيدا السعر وتحكم فيه انه بالدولار الامريكي او ما يوازيه بالليرة اللبنانية. هيدي مش خلقت المشكلة، بس هيدي لانه القاضي ما في مدام نوال، اذا ما في نص قانوني القاضي ما في يقول انا ما في احكم لانه هيدا النص غامض، او ما في نص قانوني بحدد، وبالتالي بده والا يعتبر يعني معتكف عن احقاق الحق. نعم. وهيدا الشيء ما بيجوز، بده يحكم كل يعني قاضي حسب هو الاجتهاد اللي بلاقيه. ما مش هيك في الاحكام يعني عم بتكون متفاوته بين اعتماد 1005 بين اعتماد 15000 بين يعني كل قاضي حسب اجتهاده. مشان هيك قلت انا عدم عداله للمواطنين، مش لانه القاضي هو شو بيرتقي، صح؟ لانه ما في قانون واضح.
ما في قانون واضح، بس القاضي بحكمه يعني عم بعلل أي سعر ليش عم بيعتمد هيدا السعر، نعم. إن كان 1500 وسبعة أو سعر صيرفة أو سعر السوق الحرة. نعم، نستقبل اتصال، مين معي؟ ألو، بونجور. بونجورين، تفضل. ست نوال، أنا عندي سؤال ضيفتك الكريمة. أنا أخذت كاربلون سنة 2016 وسددته بال 21. لما جيت بدي تزيد من تعميم 158 أعطوني أول سنة، ثاني سنة رفضوا، قال أنا ما بحق لي أكثر لأنه أنا كان عندي كارلون على 1500. طيب إذا أنا سددته قبل ما طلع التعميم وعندي كل وصولات وسددته على 6 دولار، ليه هلا ما فيني تزيد مصرياتي؟ هذا عدل؟ نعم، أهلا وسهلا فيك. يعني كان لازم تسأل مصرف لبنان والمصاريف، مش لأنه كله مخالف لقانون النقد والتسليف اللي عم بيصير. نعم، أنا سألت المصرف. نعم، بس هذا التفسير التركي منه منطق. يعني أنا خلصت اللون تبولي ودفعته وعطوني وصولات وخلصت، لأنا ما بعشي نسيب مصرياتي. نعم، لأنك يعني اعتبروك أنك استفدت، بس استفدت يعني فعليا على سددت المبلغ على 1005. لا بس وقتك بعد 1005. مدام نوال، تفضل خلينا نجاوبك المتر، تفضل. مدام نوال، مثل ما فهمت منه اخذ الكارد سنه 2016، يعني اكيد قبل الازمه، وسددوا سنه 2021. ما بعرف اذا سددوا بموجب عرض فعلي وايديا، هيدي ما عرفنا. بس التعميم اللي صدر سنه 2020 شهر 8 2020 عن مصرف لبنان ضمن هيدا الموضوع بالنسبة للقروض السكنية والقروض الاستهلاكية أو ريتيلز لون، مثل ما حضرته يعني يعتبر هيدا عقد قرض استهلاك، وبالتالي سمح أجاز للمدين أنه يسدد دينه على 1507 بس ضمن شروط محددة، يلي هي بده يكون أول شيء مقيم بلبنان، ما يكون عنده أي حساب بالدولار بهيدا المصرف بيقدر يغطي يعني تسديد دينه بالدولار يلي أخده بالدولار الأمريكي، وما بده يكون المبلغ اللي مدينه بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو يعني السيارة، العقد دين السيارة ما بدها تكون تتجاوز 100,000 دولار، وبالنسبة للقروض السكنية ما بدها تتجاوز 800,000 دولار. بهذه الحالة بيقدر يسدد على 1507. بس بعد بدي أضيف شغلة كتير مهمة، أنه التعميم منا ملزمة للمحاكم، لأنه في عنا مبدأ تسلسل القواعد القانونية يلي أكيد بتحط بالمرتبة الأولى في المعاهدة الدولية منعرف القانون، وبعدين بيجوا بقية يعني ضمن التعميم بيجي مش بالمرتبة الأولى، وبالتالي منه ملزم للمحاكم. بس في محاكم مثل ما قلنا كل حدا عم بيجتهد وعم إذا بدك ياخدوا بهيدا الموضوع. بس هيدا صحي ولا بس مش صحي؟ بدنا كمان بدي أوضح كمان نقطة، إنه بدنا نرجع دايما للعقد، يعني العقد اللي موقعه مع المصرف هل يجوز له مثلا التسديد المسبق لكافة يعني الأقساط. يعني دايما ما بدنا ننسى نحن إنه في عقد هو شريعة المتعاقدين وبدهم يلتزموا فيه. يعني نحن بنعرف بس هلا من المصارف، معلش، المصارف ملتزمه بالعقود الموقعه؟ ايه مفروض. لا هي هون اللي بدي اقول لك، لا بس المصارف ملتزمه بالتعميم. هو التعميم ملزم للمصارف. نعم، ما انه ملزم للمحكمه بس ملزم للمصارف. نعم، وبالتالي هلا المسيو اللي اتصل انه لا يعني إذا شروط نفذ التزم ببنود العقد بجزله يعني العقد يسدد كامل الأقساط الشهرية قبل الاستحقاق، وإذا التزم بكل يعني وكمان بحطوا أوقات إجراءات شكلية إنه يبلغ المصرف قبل 15 يوم مثلا من تاريخ التسديد، إذا التزم فيهم كلهم
بالتالي بجوز له يسدد على بس انا عم بحكي بشكل عام في عقود موقعه هيك على الهامش مع المصارف، يعني انه انا حطيت مصرياتي عندك تفضل بدي رجعه مش عم اقدر ارجع. هيدا موضوع كثير كبير بده حلقه ثانيه. بس انا بهيك اختصار، هل يجوز تسديد الدين بالليره اللبناني ولو نص العقد على انه الدين هو بالدولار الامريكي؟ اكيد اكيد بجوز التسديد بالليره اللبناني لانه ما يوازيه، لانه عطول نحن او ما يوازيه نحن لانه القانون النقد والتسليف واضح بهالموضوع بهالاطار. الليره اللبنانيه هي يعني المعتمده. ولروح اكثر من هيك كمان، الماده 192 من قانون النقد والتسليف بعاقب اي شخص بيرفض انه يستوفي دينه بالليره اللبنانيه. وبالتالي هلا نحن جرت العاده دائما، بما انه لسوء الحظ دائما عندنا ازمات مثل ما صار بالثمانينات يعني من القرن العشرين، كمان صار في تدهور للليره اللبنانيه، وجرت العاده انه كل التجار صاروا يعني ينصوا العقود بالدولار الامريكي خوفا من ما تدهور مثل ما صار معنا. بقى بالتالي النقطه الاساسيه المجمع عليها اذا بدك الاجتهاد او المحاكم انه لا يجوز الامتناع عن قبض الدين بالليرة اللبناني. نعم. بس الإشكالية وين هي؟ على أي سعر صرف؟ تحديد أي سعر صرف، هيدي المشكلة. مستقبل اتصال مين معي؟ ستة ولا كده بحكيكي هلأ ونقطع الخط. نعم. بزيد الموضوع. أنا بس حبيت وضح للمعاشرة أنه أنا خلصت بال21 وكنت دفعهم بالدولار وعندي وصولات فيهم. هلا انا عندي حساب بالبنك اللي انا كنت عم سدد فيه دولار، هالشيء بيمنع هالشيء انه انا استفيد من 152؟ انا عندي حساب بالبنك بالدولار. نعم تفضل. هيدا اللي كنا عم نحكي، انا قلت انه التعميم اذا في حال عنده حساب بغطي قيمه هيدا الدين بحق له المصرف يرفض، بس في يلجأ للقضاء. ما بعرف إذا يعني في يدعون لدى كاتب العدل ويلجأ للقضاء، والقضاء بياخد ساعتها قرار بهذا الخصوص لأنه التعميم لقاله منه ملزم. نعم. الماتر ناريمان شلوحي، اليوم تطبيق قرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان بشهر آب 2020 متعلق بتسديد القروض السكنية، بدنا نحكي عنه شوي لأنه في كتار بيهمهم هيدا الموضوع. نعم. مثل ما قلنا هيدا التعميم أجاز للمدين اللي أخد قرض سكني أنه يسدد دينه على 1507 ضمن شروط معينة حددها. مثل ما قلنا ما بده يكون يعني الشخص المدين مقيم بلبنان مش من غير المقيمين، بده يكون دينه ما بيتجاوز 800 ألف دولار وما بده يكون عنده حساب لدى هذا المصرف بالدولار الأمريكي بغطي قيمة الدين. نعم. هيدا بالنسبة لعلاقته مع المصرف، يعني هون إذا تحققت كافة هالشروط المصرف ملزم أنه يقبض يعني قيمة الدين. هلأ نحكى على الأقساط المتوجبة مش على الأقساط غير المتوجبة، هيدي كمان بتخلق إشكالية. هون كمان بيك ترجع إلى العقد وتشوف شو منصوص عنه وشو متفق عليه بين الفريقين. في استثناءات، يعني في عقد ملزم للفرقاء المتعاقدين، هل هناك استثناءات لهالمبدأ؟ لا ما في استثناءات حسب القانون. مثل ما قلنا العقد هو شريعة المتعاقدين. نعم. ومفروض يتطبق يعني في بحال إلا بحالات يعني إذا بخالف أي بند بخالف النظام العام أو القانون القوانين يعني الإلزامية. مثل بدي أعتبر إذا بنص عم بعطي مثل، إذا بنص على أنه لا يجوز القبض بالليرة اللبنانية هون بتخلق كمان إشكالية، لأنه هيدا إحنا مثل ما قلنا قانون النقد والتسليف قانون خاص. نعم. وقانون يعني ما فينا نخالفه، وبالتالي هيدي يعني بيتعلق بالنظام العام المالي ولا يعتبر ساعة ساري بين الفريقين. بحق له للمدينة يسدد بالليرة اللبناني على سعر الصرف. نستقبل اتصال مين معي؟ صباح الخير صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك، علي صوتك شوي. بس بدي أسأل سؤال، بس سؤال، نحن جماعة اللي اخدين قروض بيوت بالدولار هيدا اللي كنا نحكي عنه. نعم ودفعناهم نحن باللبناني بس بعدهم معلقين بين كاتب العدل وبين البنك، شو برأيكم بيصير؟ شو بيصير؟ وعايشين بلبنان نحن.
مثل ما قلنا إذا حضرته عمل كتاب عرض فعلي وإيداعي على دكاتب العدل بده يكون مؤكد أنه قام دعوة قدام القضاء اللبناني من بعد ما بلغ الدائن وأخذ موقف الدائن برفضه للأرجح عم بيرفضه يعني الأغلبية بده يقيم دعوة خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه رفض الدائن يقيم دعوة قدام المحكمة المختصة لهي تثبت بهذا الموضوع وإذا ما قام بهذا الإجراء يعني لسوء الحظ يعتبر العرض كأنه ما تم لأنه من أهم أثار العروض الفعلية هي الـ إذا بدك نحكي عنها بعدين فينا يعني يعتبر بريء الذمة تتوقف سريان الفوائد أكيد من تاريخ الإيداع وبتنتقل نفقات والمخاطر على عاتق الدائن نعم وهون المحكمة بتثبت إذا صار بريء الذمة إيه أو لا من تاريخ الإيداع أكيد نستقبل كمان اتصال مين معي؟ صباح الخير يا هلا تفضل كيف الصحة؟ نحن منيح تفضل ولا ضيفتك الأستاذي نريمان شلوحي تفضل لنا الشرف أنا اللي بدي أقوله عندي مشكلة بالقانون 158 مع البنك أنا مفروض أقبض كل شهر $400 فالمهم انه هالبنك هيدا براجعه اول الشهر بيقولوا لي بعد تعب على الجمعه بيروح شهر ورا شهر ورا شهر هلا 4 شهور من واحد لشهر 4 ماني قابض ال 158 $400 هلا البنك بده يفلس بده يسكر شو عم يعمل ماني عارف صدقيني والله العظيم انه على طول هيك مش انه صار لي 4 سنين معهم على طول عم يعملوا معي هيك ورح ترمي بنك كدر البنك نعم هيدر البنك يلي هو يستنل فيه الإدارة نعم شكرا لك رح نجرب لا يعني هل معقول بتشك عليهم شو لازم عامي طب انه ما معقولي 4 شهور انا زي ما زلمي ما عندي كونتات شو بدأ تقول يعني استاذي نريمان يعني هيدا هيدا الموضوع يعني لسوء الحظ كل اللبنانيين عم بيعانوا منه يعني هذا مش موضوعنا هلا بس بقول له اكيد انه حقه هو بالوديعه الموجوده بالمصرف بانذرهم بيتشكى اكيد اكيد يعني في يلجا للقضاء لانه مثل ما بنعرف هذا كل اللي عم بيصير مخالف للقانون يعني نعم. ايه مخالف كمان أكيد. الايجارات يعني هلا القانون الايجارات عم بيحطوا كمان عند كتاب العدل بس اليوم نحن كنا عم نحكي بالنهايه الكره في ملعب القضاء نعم. والقضاء ما عنده قانون بين ايديه هو بيحكم حسب الاجتهاد عنده صحيح. يعني قصدي ما في عداله على المواطنين ونحن بنعرف بلبنان نحن بنعرف بلبنان كيف بتصير الامور نحن لو تشرع الانهيار كنا وصلنا لهون اكيد لو عندنا كابيتال كنترول كان وصلنا لهون اكيد هو هيدا اللي بدنا نوصل له اول شيء القضاء يعني او القضاة هن كمان مثلنا نعم. عم بيعانوا بدنا ما ننسى انه هن كمان يعني شخص عادي قبل ما بس الكره بملعبه بهالكره بملعبه صحيح وما في قانون بين ايديه نعم. يعني بيحدد سعر الصرف الرسمي مثل ما قلنا كان قبل عم يعتمد 1515 مثل ما قلنا أو 1507 يعني خلال كل هالسنين اللي مرقت يعني 30 سنة تقريبا عم بيعتمد هيدا السعر هلأ صار يعني مثل ما قلنا ما في انه يقول انا ما بحكم لانه ما في نص هون بس ما هو كمان يعني لازم يكون في عنا نص 100% هيدا اكيد لازم يكون في قانون بنص على سعر الصرف الرسمي يلي هو اذا من سنه 1963 كان من وقتها نص قانون النقد والتسليف انه مفروض يصدر تشريع بهذا الموضوع وما صدر يعني بس يعني عدم وجود تشريع ضيع العداله صح يا ريت ضاعت العداله في تجار كبار استفادوا ناس سددت على 1005 ناس يعني راحت على المحاكم ناس انحجزت مصرياتها بالمصارف هون المسؤوليه عمين بتوقع هون بتوقع على الدوله اللبنانيه صح الدوله بدنا نقول بالدوله والمصارف ومصرف لبنان ثلاثتهم مسؤولين عن الازمه اللي نحن وصلنا لها لهون كمان في قرض المغتربين يعني كانوا مجبورين المواطن يدفع. العادي أنا بحب كمان زيد المواطن العادي يعني نعم. مش المواطن اللي كان عم يستفيد من الهندسة المالية اللي كانت عم بتصير صحيح كمان في قرض المغتربين أنه أنتوا لأنكم برا
لازم تدفع على الدولار، اجوا على لبنان وضلوا هن كانه بالخارج عم بدهم لازم يدفعوا على الدولار، يعني كان في ضياع وما زال ضياع العداله. صحيح، وهيدا شيء لا يجوز. اكيد لا يجوز. بنتمنى انه يصير في اول شيء انتخاب لرئيس جمهوريه باسرع وقت ممكن لتنتظم عمل المؤسسات، كافة المؤسسات، واهم شيء التشريع. يعني رح نحلم بيوم يجي تشريع ينصف عن جد المواطن اللي راحت امواله بالهركات واللي ضاعت، وفي ناس استفادت وناس ما استفادت، لانه كله بغياب التشريع. صحيح، لو عندنا قوانين ما كنا وصلنا لهون. صحيح، يا ريت بنتعلم من اخطائنا ونشوف وين وصلنا وتتسرع يعني الأمور، ويصدر بقى قانون بحدد سعر الصرف الرسمي، تمام نرجع يمكن بعد 30 سنة ما بعرف شو بده يصير. يعني اللي عمل مثلا اليوم عرض فعلي وإيداع عن كاتب العدل ما بده يرجع يفوت بمتاهة المحاكم ودفع الأموال. أكيد، مش هيك؟ أكيد ولحتى يطلع القاضي القرار ده بيكون يعني ياخد وقت. أكيد في وقت، يعني في بداية هو بيفتكر بيفتكر إنه حطيته عن كاتب العدل وخلصنا. إيه لا، هيدا اللي نحن خلصنا لأنك من أي اليوم. صحيح، بس خلصنا من أي ناحية. هلأ بالنسبة للمدين إذا بدك هالشي بريحه نوعا ما. نعم. لأنه بتتوقف الفوائد عن السرعين، يعني هيدا هي إذا اتبع الإجراءات اللي حكينا عنها لازم يقيم دعوة خلال مهلة العشرة أيام قدام المحكمة المختصة من تاريخ إبلاغه يعني رفض الدائن لهالإيداع، هون بتتوقف الفوائد عن السريان، يعني هيدي بتريحه للمدين. نعم. بتزعجه للدائن، بس المدين هون بيكون مرتاح لأنه بده ينطروا اتنيناتهم البت بالقضية. يعني لحين صدور حكم نهائي. نعم. مشان هيك هون مفروض يصير يعني إذا بدك مثل كومبرومي، لأنه دايما منقول انه لو الاتفاق ما كان جيد انه بضل احسن من حكم يعني عادل، مش عادل بدي اقول، حكم يعني في غبن، مش في غبن، لا انه حكم يصدر حكم نهائي، لانه بالنتيجة عم بياخد وقت. بس هيدا كله بيزلط لك السلطة بمجلس النواب، تشريع صح. الانهيار صح. بكل دول العالم صار في انهيارات، بس كان يطلع دغري كابيتال كنترول. صح. يعني ضيعوا الناس وخلقوا عدم عدالة، والعدم العدالة بتولد، ما رح نحكي عنه إن شاء الله بحلقة سابقة، شو بتولد عدم العدالة عند مواطن هو مواطن صالح ببلده، مش هيك؟ صحيح. أنا بدي أشكرك المحامية بالاستئناف وعضو بلجنة الوساطة بنقابة المحامين ببيروت نريمان شلوحي، أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، إلى المعابر الشرعية والغير شرعية والاستباحة اللي عم بتصير، وكمان قديش عم بتضيع على الدولة المليارات. لقونا بعد هالفاصل لنستقبل ضيفنا عضو المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي علي عباس، أيضا ربيع الهبر مؤسس ستاتستكس لبنان، والعميد المتقاعد جورج نادر. فاصل ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، نتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان لنحكي على المعابر الشرعية وغير الشرعية. أكثر من مرة ومن على هالمنبر حكينا عن المعابر، حكينا عن قرارات أخذها الجيش اللبناني بتسكير المعابر غير الشرعية، وصار في سواتر ترابية، فإليكم بالدراجات النارية، نط على سوابتر الترابية، وكمان يعني اليوم تستبيح وتهرب كل شيء موجود بلبنان، أو العكس صحيح لما فيه مصلحتها وطبعا وجيبتها. على كل حال، ليش بعدنا لهلأ ما صار في ضبط لهالمعابر؟ بيقولوا لنا حدودنا فيها تضاريس. ما بعتقد أنه كل دول العالم يعني حدودها هيك سهلة. ليش؟ هل هو قرار عن جد سياسي؟ يعني تسكير المعابر في محميات سياسية، منو المستفيد؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي اليوم ببرنامج نقطة على السطر بدون كفوف، لأنه شبعنا من الكفوف، بدنا نحكي بهالموضوع ما لنا وما علينا بموضوع المعابر الشرعية وغير الشرعية. طيب التهريب ما بيصير بس على المعابر غير الشرعية، في معابر شرعية
كمان يعني في سيارات بتمشي على أوتوسترادات بعتقد ما بتمشي على سواتر ولا تضاريس عم تتهرب من لبنان، وكان عنا حلقة حول هالموضوع واللي صار كمان مع شهيد باسكال سليمان بدل على هالشي. خلونا نستقبل ضيفنا عضو المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي علي عباس، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير لألك وللمستمعين. يعني اليوم ما بدنا نحكي بس عن معابر غير الشرعية، ما هو التهريب عم يصير على المعابر الشرعية وغير الشرعية، شو الفرق يعني اليوم قصة هالمعابر الشرعية وغير الشرعية؟ ليش ما عم تنضبط مثل ما قلت قصة قرار سياسي في محميات ولا في صعوبة؟ هلا أنا بدي أقول مقدمة صغيرة هيك ثواني. نحن دائما اللبنانية ذكرتنا قصيرة. نحن هذه المشكلة موجودة من زمان وعم نحذر منها، وعملنا عدة حلقات عندك هون بشكل خاص وضوينا على هذا الموضوع وقلنا رايحين على شيء أسوأ بعد إذا بيكمل الوضع مثل ما هو، وقدمنا إخبارات أمام القضاء وحكينا عنها عندي كمان بهذا البرنامج. اليوم لما توقع الواقع ويصير في جريمة مثل الجريمة اللي صارت نرجع نصير نحكي إنه ليك المعابر مشرعة والحدود مشرعة. نحن صرنا من سنة 2020 و 2019 و 2021 لما قدمنا الإخبارات قلنا إنه في حدود مشرعة على عين القوى الأمنية والجيش اللبناني، الكاميونات والسيارات والناس عم تروح وتجي بشكل على مرأة كل الناس، ومعابر غير شرعية وما حدا يسألون شو عم تعملوا. واليوم طلعت الصرخة لأنه صار في جريمة اللي نحن مستنكرها وكل الناس استنكرتها وكل الناس صارت خايفة على حالها، لأنه بالنهاية إذا جريمة مثل هاي صارت على الصبح يعني على ضوء النهار وقدروا يقطعوا كل هالمسافة ويقطعوا على بلد تاني وما حدا قال لهم شو عم تعملوا، رغم انه نعرف انه في عمليه خطف من وقت ما صارت بدقيقتها. طيب نحن شو متوقعين شو ناطرنا بعد بالبلد اذا بضل هيك الوضع؟ ما بدهم ياخذوا قرار انه يرجعوا سياده دوله على كل اراضيها. الموضوع هو كله بتعلق بالسياده، والسياده بدها قرار، والقرار بده توافق بين كل الاطراف بالدوله انه لا نحن بدنا نضبط حدودنا ونمنع هالتهريب. ولكن معقول يكون في حدا بالدوله اللبنانيه ومسؤول بالسلطه السياسيه ما بده قرار انه تتسكر؟ نحن بالنسبه لنا في مستفيدين موجودين بالبلد هن اللي عم بيخلوا هالقرار ما يكون على رأس السلطة. يعني طبعا في مستفيدين يعني موجودين السلطة لا في قوى أمر واقع موجود، في قوى أمنية كمان، في قوى أمر واقع، في تخاذل من قوى أمنية، في نوع من أنا بحكي مثلا إذا قلنا على المعابر الشرعية مثلا، ليش المعابر الشرعية أحسن وأنظم من المعابر غير الشرعية؟ المعابر الشرعية عم أسوأ بعد لأنه عم يفوتوا على مرأة من القوى الأمنية المفترض أنها تضبط هالحدود، والمعابر غير الشرعية بحاجة لأنك نحن حدودنا لبنان قديه بتطلع مع منا هالحدود الكبيرة يلي بتقول إنه والله في استحالة إنه نضبطها. في دول عدة حدود قد حدودنا على عشرات المرات وقادرة تضبطها، ولكن بحاجة لقرار. هيدا نرجع من عيدة مرة تانية، يعني مستفيدين من اللي ما عم يصدروا قرار مستفيدين من هالفلتين. في مرة يعني نحن عايشين بفلتين غير مسبوق وما صار بأي دولة بالعالم. نحن عايشين مع قوى سياسية موجودة بالبلد هم تضل الدولة ومؤسساتها ضعيفة لتضل هي مسيطرة على الكانتونات والمناطق تبعيتها. هذا السبب الأساسي. الحل هو أنه نقوي مؤسسات الدولة، نقوي الجيش، نقوي القوى الأمنية، نعطيه القدرة والقرار والسلطة أنه يتخذ الإجراءات اللي لازم يتخذها. طب معلش مع المعابر الشرعية وعنده كل المطلوب ومش يوم يوم ما في قرار. يوم الجيش إذا ما عنده أمر أنه يضرب بإيد من حديد على كل الحدود ما في يعمل شيء، في يشوفوا عمرو قدامه ما يعملون شيء. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01325555 الخلوي 76611 00300005 الواتساب كول 76611001. يعني الدولة عاجزة عن ضبط التهريب لأنه في غط طرف مقصود، ونقطة على السطر. للأسف هذا الواقع، لأنه نحن الإخبارات اللي قدمناها بتتعلق على جميع أنواع التهريب اللي كان يصير على المعابر غير الشرعية، من المازوت المدعوم للبنزين المدعوم للطحين المدعوم للمازوت الأحمر اللي كان يفوت على لبنان، لا حتى فتنا كمان بالحطب يلي كان عم يتكسر بجرود عكار ويتهرب على المعابر غير الشرعية للهدوء، وقدمنا على القضاء الإخبارات، ولكن للأسف ما في قرار حتى بالقضاء بالسير بالتحقيق للنهايه، لانه في ناس عندهم حمايات وعندهم مظلات سياسيه بتحميهم، وهن بيعتبروا حالهم فوق الدوله وفوق المحاسبه بالدوله، وهن لهم الحق يعملوا اللي بدهم اياه على الارض اللبنانيه، وممنوع حدا يقول لهم انتم عم تغلطوا او انتم عم تستبيحوا الاراضي اللبنانيه. للاسف هذا الشيء اللي ادى لحصول الجرائم. اليوم نحن ليش عم اقول انا انه نحن نعطي ضوء اخضر للجيش اذا عندنا ثقه بالجيش اللبناني؟ انا هلا بحكي مع كل الشعب اللبناني بقول كلنا عندنا ثقه بالجيش اللبناني، كل الاطراف السياسيه عندهم ثقه بالجيش اللبناني، بس ما بيسترجوا كلهم يقولوا للجيش اللبناني ندروب بإيد من حديد. اليوم الجيش اللبناني سبق وسكر 70 و80 و100 معبر بالزمانات، وقدر يسكرهم بسواته ترابية، وقدر لو كان ضل موجود على الأرض بوقتها ما كانوا قدروا يرجعوا يفتحون لها المعابر ويرجعوا يمرقوا.
الجيش اللبناني عنده لائحه باسماء كل شخص مسؤول عن معبر غير شرعي لمعلوماتك، سواء بالبقاع او بعكار، عنده اسمائهم واسمائهم الموجوده وقدمناها للقضاء نحن بالاسم، موجودين مين هن اللي عم بيستثمروا المعابر غير الشرعيه، معبر للسيارات، معبر للاشخاص، تهريب بشر، معبر لتهريب البضاعه، صار في معبر لتهريب الاديو والكبتاجون هلا كمان، في جميع انواع المعابر المتخصصه كل معبر منهم لغرض معين، ولكن للاسف ما في قرار انه نقول لهم سكروا، بيكونوا عم يمرقوا قدام الجيش وقدام القوى الامنيه وما حدا بيقدر يقول لهم شو عم تعملوا لانه ما في قرار وما في امر للجيش بانه يضرب بايد من حديد. في نتيجه الاخبارات والشكاوى اللي قدمتها الى القضاء بهالخصوص، عم نحكي كم سنه لورا، شو عم نحن قدمنا بال 2021 وقت الدعم اللي كان قمه بدايه التهريب الاساسي عبر المعابر غير الشرعيه، لما صار في سياسه دعم بلبنان صار كل البضاعه المدعومه تروح على سوريا وتنباع كانها مش مدعومه، ويحققوا الارباح الطائله على حساب المال العام يلي كان هو بالنهايه على حساب صحه الناس وتعليمهم، لانه الامال الاجتماعي كان مفترض الدوله تموله، اليوم راح التمويل على دعم راح على بلد تاني ونحن ما استفدنا منه شيء بالبنزين بالمازوت وبالطحين. واليوم نحن بيقولوا في طلعوا عم يحكى انه عم بيحذروا انه حيسقطوا بمرور الزمن هول الجرائم باعتبار انه مرقوا 3 سنين عليهم هي جنحة. نحن من نطمنهم، نحن مقدمين للقضاء الاخبارات اللي قاطع مرور الزمن، يكفي انه ما خلينا الجرائم تسقط بعدها موجودة. يعني نحن الاخبارات اللي قدمناها على القضاء يمكن مش منا 10% او 15% باتجاه مراحل التحقيق، ولكن نحن اللي عملناه الانجاز اللي عملناه انه قدرنا من خلال هالاخبارات اللي بالقضاء واللي عم تحقق فيها ولو ما عم تقدم انه نقطع مرور الزمن على الجرائم المرتكبة. وبالتالي في كتير ناس عم بيقولوا لويش عملتوا فينا هيك، انه نحن كنا زمطنا بمرور الزمن وراحت وسرقنا هالمال العام ونهبنا، لما لقوا نحن قدمنا الاخبارات ما بقى فيهم يقولوا انه سقط بمرور الزمن. من هيك اللي نحن بنراهن بعدنا على مثل بيقولوا صحو الضمير عند القضاء وعند الأجهزة وعند كل المسؤولين على هالدولة، لأن نرجع نشوف إنه رجال دولة مش عصابة حاكمة يلي عم نراهن لهاللحظة، ونرجع نحاسب اللي سرقوا مال الشعب اللبناني يلي عم يدفع ثمنه اليوم بصحته وبتعليمه وبأكله وبمستقبل أولاده. اليوم وصلونا للانهيار لأنه سرقوا الدولة، الدولة ما فلست، الدولة انسرقت مثل ما البلديات انسرقت كمان ما فلست، مثل بلدية بيروت كمان انسرقت ما فلست، كله انسرق وما فلس، الأموال موجودة ولكن موجودة بجياب الناس يلي سرقوا. بس احنا منعرف انه يعني القوى الأمنية عندها قرارة بوضع حد للتفلت، الجيش اللبناني عنده قراره بمنع التهريب، منع الجثث على مالشي على الطرق هون المعابر الشرعية، بمنع السيارات، شو عم بيصير بهالإطار؟ وما تواخذونا، بدنا نحكي الأمور مثل ما هي. أنا بالنسبة لي أنا مسعد سمي الأسماء، تفضل. أنا مسعد سمي الأسماء. أول شيء حقول بالنسبة للتضارب الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية، في ناس بيقولوا الجيش مسؤول، في ناس بيقولوا الجمارك مسؤولة على التهريب على المعابر غير الشرعية. ما هو لما بيضيعوا الشركات. طيب نحن في عنا أزمة. نعم. بأزمة بالجمارك وأزمة بالأمن العام وأزمة بالجيش وأزمة بكل شيء. أول شيء ناحية المعاشات تبعيتهم قد ايه صارت، اثنين ناحية العديد والعدد، مع انه في عدد ولكن ما في. معلش لما كانت الدنيا بألف خير كانت المعابر يعني عم نحكي هلا قبل 2019 نحن عم نعمل شوف شو هي الحجج والذرائع الحالية اللي عم يقولوا عنا انه ما قادرين ناخذ قرار. يعني انتم لما كنتوا قادرين تاخذوا قرار ما اخذتوه، اليوم عم تيجوا تحججوا انه الوضع ما بيقدر يسمح لهم يكونوا عم يخدموا على بدل اسبوع بنعطيهم يومين لانه معاشهم ما بيكفي. مهم حجج واهيه لحتى يقولوا للناس ليش نحن بدنا نضل مفلتين الحدود وبدنا نضل عاملين فوضى بالبلد، لانه في ناس عم تنتفع من هالفوضى سواء عبر معابر غير شرعيه او عبر المعابر الشرعيه، لانه نحن بنعرف انه على البورش عم بيصير في تهريب وتهرب جمركي، وبنعرف على الحدود البريه شو عم بيصير. واخطر شيء اليوم بدي احذر منه هون وما حدا عم يحكي فيه، نعم. غير الحدود، غير قصة التهريب عبر معابر غير شرعية بالبر، اليوم في عنا عبارات عم تيجي على شواطئ عكار ما بين طرابلس وعكار على الفجر وعم تفضي بضاعة ما معروف شو مصدرها، أدوية ما معروف شو تركيبتها، سلاح عم ينزل بالرخص عم ينباع للعالم. من هيك عم نشوف سرقات بفرودة تركية يلي عم ينباع بالمية ومية وخمسين دولار الفرد للناس، كله عم يفوت عن طريق عبارات تحت ضوء الليل بدون ما يكون في اي تدخل من القوى الامنيه لمنع هالعبارات اللي نفترض انه عم تيجي من صوب تركيا وتنزل هالبضاعه. هذا عم نفضح نحن وقدمنا اخبارات عليهم، ولكن للاسف ما حدا بده يقوم بدوره وما حدا بده يسمع، وللاسف القضاء بيقول انه لا حول ولا قوه. لانه في استفاده، ما بدنا نسمع لان في استفاده. نعم. مين عم يستفيد؟ زلي على الاسواق الشعبيه بكل لبنان، شوف شو هي البضاعه اللي موجوده، واصلا هذه البضاعه اللي موجوده بالاسواق الشعبيه ما بتنزل بالهليكوبتر على السوق الشعبي، هذه بتمر على الطرق الرئيسيه بالبلد من اماكن التهريب لاماكن الاسواق الشعبيه. في قرار دهموا الطرقات وشوفوا شو عم ينزل البضاعه وشوفوا الاسواق الشعبيه شو فيها، وسالوا مين المهرب وامشوا بالترتيب، سالوا انت من وين جبت بضاعتك، بيقول لك من وين جبت، بتوصل لراس المهربين.
ولكن هذا الراس بالاخر بيطلع محمي من الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني وبيستحي محاسبته امام القضاء. مستقبل اتصال، مين معي؟ صباح الخير مدام. تفضل، اهلا وسهلا فيك. مدام، قصه التهريب هي من قبل ايام 2005 كانت قليله شوي، بس هلا زادت كثير نظرا لانه مثلا معاشات العناصر الامنيه والقوى الامنيه اللي بترعى هذا الشيء، انه لازم تكافح هذا الشيء. يعني مثلا تخيل انت مثلا ايام المازوت تهريج مازوت بيمر قدام دورية، بيمر بيعطيها مصاري بضل فالل، يعني مثلا معاشه ما بيكفيه للعسكر، يعني لحتى انت تحطيه بمنطقة حدودية قدام اغراءات مالية، يعني في اغراءات مالية كتير عم تتقدم لهم. يعني هل الفساد لازم يكون، يعني اذا نحن بنقبض قليل لازم لا 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 مش هيك مدام، مش هيك، مش عم لك هيك. يعني في تقصير من الدولة، يعني ما فيك تبعتي عنصر انت مثلا معاشه اقل من 100 دولار يجي واحد يقول له هذا 1000 دولار مرقني، حيمرقوا اكيد. ما عم يعززوا المعاشات بدنا نضبط الامن بلبنان. ما دام بدك معاش ما بكفي بلبنان للعسكري، يعني مش عم دافع عنه، يعني مش غلط، هو شغلته انه يكافح هذا الشيء، بس لا عم يعطوه مكافآت اذا صادروا هذا الشيء. ولا حضرتك عسكري؟ لا لا مني عسكري، مني عسكري، انا اصدقاء، عندي اصدقاء بالسلك العسكري، اني عناصر يعني من اصغر شيء، مش رتب ضباط يعني او شيء يعني، بس كنت عامل لك هذا الشيء يعني ما بيكفي معاش، يعني بيطلع هيك لا بياخذ 1000 دولار وبيمره، لانه عارفين هو اذا هذا الشخص وقفوه وجابوه على الفصيله حيجي تليفون حيطلع. يعني للاسف هذا الشيء هيك، في تدخلات يعني سياسيه بهذا الموضوع. ما دام سياسيين، في احد النواب، في احد النواب في معابر باسمه يعني بالبلد الشمال، يعني وهذا الشيء صار معروف، يعني بتطلع شو اسمه؟ نعم شو اسمه؟ هلا ما نسمي بشدونا دخيلك الله يخليك، نحن مش قدهم يا عمي. نواب هون، نواب عندنا، نواب لا بياخذ حصانه، بياخذ حصانه ليزيد سرقاته وليزيد بلطجته على الشعب، بينما هي الحصانه بتحصنه انه يفوت على كل المؤسسات ويكافح هذه القصص. يعني بتطلع على الشمال تسالي اذا بدي اطلع لعند فلان، والله في فلان معبر للنايب الفلاني، هو بمرقك وبغطيك بكل شيء. ما دام كل الطوائف مجبوله بهذا الشيء، كل الضيعه الحدوديه بلبنان كانت يعني دود الخل منه فيه، ان كانت مسيحيه ولا مسلمه، باي دوله بالعالم مدام، باي دوله بالعالم، بين سوريا وتركيا في تهريب، بين تركيا والعراق في تهريب، بين سوريا والعراق في تهريب، لا بين السعوديه والامارات في تهريب، كل دول العالم المشتركه، الحدود المشتركه مدام بيناتهم في تهريب. قد لبنان لا، نحن تفاقم الوضع عنا لانه في ازمه بسوريا. كانت قبل يتهرب من سوريا على لبنان، بس صارت عندهم أزمة وصارت دولار والحرب صارت بالعكس صارت. نعم، على الخط مباشرة مؤسس ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، أهلا وسهلا فيك. بونجور. أهلا وسهلا. اليوم التهريب وين ما كان قال بالعالم، وعنا تفشى بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية. اليوم إحصاءات عن قديش الكلفة التهريب اللي عم بيصير ارتدادها السلبي على لبنان واللبنانيين. ارتدادها السلبي على الأقل مليون دولار بالسنة. نعم. يعني اليوم بتخسر الخزينة حوالي مليون دولار، هيدي القيمة اللي هيك يعني بالمبدأ بتخسرها، يمكن بتخسر أكثر ما فينا نعرف. بالإضافة إلى يعني الجرائم الجنائية يلي ترتكب، مش عم بحكي عن تهريب الجثث يلي أشرت له، بس لا عم بحكي إنه هي بفعل التهريب، فعل التهريب هو جريمة. نعم، بس اليوم ليه ما بنلم هالمليون دولار ونحطها بجيوب الجيش والقوى الأمنية؟ ليه ما بتلمون الدولة؟ لأنه في قرار سياسي مفقود، لأنه عملية التهريب مغطية بالسياسة. اليوم تاخد مجلس الوزراء قرار جدي يتغطى من الأحزاب الفاعلة، وسطرين تحت كلمة فاعلة، فاعلة يعني قوى الأمر الواقع اللي عم نحكي عنه، يلي هي مسيطرة على معظم هذه المعابر، وفي غيرها كمان مسيطر على معابر، وفي معابر محمية من سياسيين بغض النظر عن الأحزاب الموجودة على الأرض. بس احنا كيف بدنا نطلب من الجيش اللبناني تاخد قرار دولة تعطي غطاء للجيش، الجيش بينفذ وبينهار، ببطل فيه معبر غير شرعي بنهار واحد، لأنه قرار البلدين هو قرار سياسي.
وحينما نضحك على بعضنا، نحن عندنا 140 معبر غير شرعي هو المعروفين يلي يتم تداول بمعلومات، أما برأيي بيوصلوا لل 200 من تشرين على الحدود يلي طولها 378 كيلومتر بين لبنان وسوريا يلي هي أكبر حدود. وعمليات التهريب بتتضمن الأكل، الشرب، البيض، الفيول، بنزين، المازوت، المواد الأولية، الصواريخ، السلاح، البشر أهم شيء. وصلت مرحلة سنة الماضية سنة 2023 يدخل على لبنان كل يوم حوالي 1500 شخص من التابعية السورية تهريب. ومين خبرك أنه ما في غير سوريين؟ ما في عراقية، ما في باكستانية، ما في من جنسيات أخرى. هيدي الحدود كانت سايبة كانت بخصوص البشر، عملوا حملة وصاروا يوقفوا شوية رجعت فلكت. بس وصلنا لمرحلة كل يوم يفوت 1500 واحد من الجانب السوري والدولة اللبنانية عارفة ومش قادرة تعمل شيء. بدك أكثر من أنه أي إنسان بده يقطع اليوم على معبر المصنع الحدودي بيطلعوا فيه وبدهم بطاقة سيارة وبدهم يسألوا وبده ينزل يختم ورقه وبتاخده 3 ساعات الإجراءات الحدودية، بينما في جثة تهربت على الحدود قطعت ما حدا عرف فيها. هذا يلي إذا قاطع على فينا نقول ما حدا عرف فيها، فينا نقول ما حدا عرف فيها. ما بدي فوت هلا بهذا بحديث السياسة يعني، بس أنا عم شير له أنه في عنا 140 معبر هودي يلي يتم التداول فيهم، وفي أنا برأيي بيوصلوا للـ200 وكل واحد فيه يفتح معبر حسابه. والأسوأ من هيك أنه في معابر مغطاية من نواب وسياسيين والدولة والسلطة والجيش والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية بتعرفهم بالاسم وبتعرف مين مسؤول على أي معبر. في ناس بتملك معابر، الأسوأ أنه في ناس بتأشر معبر بتقول له عندك ساعتين ورح أضط منك لا تقطع البطاك يعلي. يعني أبشع من هيك وضع أنا ما بعرف إذا في شيء مماثل بالعالم بالكون بالكرة الأرضية. بدنا نوصل نحن شي نهار معلش يعني نسمي الأمور بأسماء، لأنه هيدا شيء ما بقى مسموح انه نضلنا نقول. بدك اكثر بدك اكثر، ما بدي اطشك بس بدك اكثر من انه صار تجال بين النائب زياد حوات وحزب الله من سنتين او سنتين ونص على قصه المعابر. طلع زياد حوات نائب حط خارطه اظهر فيها المعابر غير شرعيه، ردوا حزب الله وصوروا طرقات تهريب مزفته. بدك اكثر من هيك؟ يعني صار السجال بمطرح سجال سياسي وبطل سجال تقني انه نحن كيف بدنا نسكر المعابر غير الشرعية بين البلدات. في دول قائمة على هذه المعابر، يعني في شخص بيأجر طريق ده طريق مشاع بيأجرها لعصابات، بيأجرها لمهربين مخدرات، بيأجرها لمهربين سيارات، بيأجرها لمهربين بشر، بيأجرها لما بعرف شو، لبيعين بطاطا، لبيعين بندورة، لبيعين حمضيات، لبيعين زيت، لبيعين فيول، لبيعين نفط. ما بعرف كيف فالت لم لا هيك. وكل القصة قرار جدي بيتفقوا عليه الكل لأنه ما في شيء كثير. بس دايما بيقولوا لنا اجتمعوا أخذوا قرار من كم سنة لورا، أخذوا قرار أنه يسكروا المعابر وحطوا سواتر ترابية. ما قالوا قيمة إذا ما كان في غطاء سياسي كامل من الأحزاب الفاعلة والسياسيين الفاعلين اللي مغطين بعض المعابر. في ناس مغطية معابر، في ناس مغطية معابر. هذا شيء هل يجوز أنه نايب بتاجر بالفيول بالبنزين وبيحترق؟ ليش محطوط كان الخزان على الحدود اللبنانية السورية وعنده علم فيه القوى الأمنية وعنده علم فيه وفجأة بيحترق وما فيه لهلأ ما فيه موقوف، بيروح كذا قتيل وما فيه موقوف لليوم. شكرا لك مؤسس ستاتكس لبنان ربيع الهبر، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. استاذ علي يعني فالج لتعالج يعني نحن عم نحكي عن موضوع فالج لتعالج طالما السلطه السياسيه وقوى الامر الواقع مسيطره. في نقطتين بس، اول شيء في شاب اللي اتصل وعم بيقول انه مضطر لانه معاشه 100 دولار بيعرضوا عليه 1000 دولار بيقبل. انا بحب طمنه انه لما كان معاشه 1500 دولار كان يعرضوا عليه 1000 دولار كان ياخذها، لانه اللي بده يعمل اللي بده يقبل رشوه
بيقبلها لو شو ما كان معاشه، واللي ما بده يقبل الرشوة ما بيقبلها لو شو ما كان معاشه، وبالتالي ما يعممه. لا، أنا بعرف كتير ناس عم يقبضوا $100 وعم بقوموا بواجباتهم، ونقول إن إحنا منعول عليهم لحتى ينقذوا البلد. اثنين، أنا برأيي الأرقام أكتر من مليون، أكتر بكتير، خاصة هلأ من بعد ما رفع الدولار الجمركي زاد التهريب أكتر، صارت المبالغ أكتر بكتير. واثنين، زيادة على المبالغ اللي عم نخسرها من وراء التهريب، في المبالغ اللي عم نخسرها من وراء التهرب الجمركي يلي بصير في غش بالبيانات الجمركية وبيدفع رسوم أقل، وبالتالي نحن اليوم الجمرك إذا عم يعطينا تلتي إيرادات الدولة وعم نحصل منه 30% من اللي بنقدر نحصله، بس لو رفعناه ل 70% اذا ضبطنا الواقع قد ايه احنا فينا نجيب ايرادات الخزينه بدل ما نجيبها من جيب الناس بالضرائب اللي اقروها مؤخرا. في كتير اشياء اصلاحات فينا نعملها لو في نيه الاصلاحات، ولكن للاسف لما تقيلي فيلج لتعالج بقول لك ايه، اذا بهاي السلطه وبهاي طريقه ادارتها للامور ايه اكيد فيلج لتعالج. من هيك نحن بحاجه لانه تكون عندنا سلطه تقدر انها تاخذ قرار وتنفذه وتعمل الاصلاح اللي لازم يصير. شو الفضيحه بعكار؟ في فضيحة بعكار؟ ايه طبعا، احنا حكينا انه في اليوم التهريب ما بس بالبر، في نواب عندهم معابر، في في ناس بالسلطة عندهم معابر او مغطيين ناس عندهم معابر وبيقبضوا خوات على المعابر. هذا في كمان البحر صار هلا مشرع كمان، وقلنا انه بناخذ على نحن من الراس. نحن بنجي بنقول انا بتحدى، يقولوا لي اليوم يطلع اي حدا يقول انه ما في عبارات عم تنزل الفجر او قبل الفجر على السواحل ما بين طرابلس وعكار وتفضي بضاعه مهربه، انا بتحدى يقولوا انه ما في، وانا بتحدى يروحوا على الاسواق الشعبيه بطرابلس وبكل لبنان بيشوفوا بضاعه ما معروف من وين مصدرها وجاي كلها تهريب، ونحن بنعرف انه هيدي بتضر بسلامه الناس. وفي لبنه، في لبنه عم تيجي مش معروف شو تركيبتها عم تنباع بالاسواق الشعبيه، بقولوا فيها خطر كبير على صحه المواطنين، في ادويه عم تكون موجوده ما بنعرف شو مصدرها، وكلها هيدي عم تكون على حساب خزينه الدوله لانه عم فوت بضاعه مهربه. نعم، يعني عن اللي عم بيدير عمليات تهريب هن لبنانيه وسوريه بالوقت نفسه، مع خبر انه في تواصل بينهم بين تليفونات، في معلومات انه عناصر من الجيش السوري بيساعدوهم بتفضايه البضاعه. هيدا هي البدء، في قوى امنيه بسوريا، في قوى نعم. امنيه عنا نعم. وفي ناس بسوريا، في ناس من خلال التليفونات هني بيسلموا بعضهم على الحدود في قطاع اقتصادي غير الشرعي، شريان اقتصادي غير شرعي صار اهم من الشريان الاقتصادي الشرعي، وبالتالي طبعا اللي عم يستفيد منه ما له مصلحه انه يوقفه، وبالتالي هذا سبب انه نحن ما عم ياخذوا قرار لتوقيفه. نعم، بس كمان لو نحن يعني ضبطنا التهريب ما كان عندنا هالقد نزوح بلبنان وهلا عم تعلى الصرخات. انا بدي اعطيكي مثال صغير، معك خبر انه في ناس بيقبضوا بين ال $20 وال $100 على كل شخص بفوتوه بالطريق سوري نازح، اي حدا بده يروح على الطريق الغير شرعي على سوريا ومن سوريا على لبنان، في كيف كانك عندك رحلات مع مواعيد، رحلة مثل كأنك رايح على المطار بتروح على الطريق الغير شرعي، بتدفع مبلغ على الراس وبتفوتي وبترجع. بس هيدا أكتر شيء عم يقولوا إلى فائدة، يعني أي فائدة؟ بيدفعوا أموال كتير على تهريب البشر. طبعا، لأنه البشر اللي بيفوت هذا ما عنده بيانات عند الدولة اللبنانية، يعني لا فايت على الأمن العام واخد بياناته، ولا عنده بصمة الدولة اللبنانية عنه. هذا إذا فات على البلد وارتكب جريمة ما فينا نعرف شو بصمته ومين هو، لأنه ما لنا موجود قيوده على الدولة اللبنانية إنه فات على الأرض اللبنانية، هذا فايت تهريب. وأسوأ من هيك إنه بيقولوا إنه بكل دول العالم في تهريب. طبعا في تهريب، بس ولكن في تهريب بتم بعمليات معقدة وصعبة لحتى القوى الأمنية ما تكشفهم. نحن عنا هون التهريب بيصير على عينك يا تاجر، ما حدا عم يسأل شو عم تعملوا، وبالأسماء معروفين اللي عم بيهربوا، وكل القوى الأمنية بتعرفهم ومعروفين بالاسم واحد واحد، وما حدا عم بيقول لهم شو عم تعملوا لانه عندهم حمايات سياسيه. مشكلتنا نحن مش بواقعه التهريب، مشكلتنا بواقعه من يحمي المهربين ومن عنده القصد انه يكون في معابر غير شرعيه لينفذ اجنداته. طب اليوم ما دام انه اسماء المعابر هي باشخاص، ليش ما بيتوقفوا؟ طيب انا حاعطيك اسماء، يلا تفضل. طيب عندك حيدر علي ناصر الدين، حيدر مخيبر لقبه، عندك اصحاب معابر محمد رشيد جعفر، خالد شفيق جعفر، علي الحاج حسن، علي خضر، كلهم هول بحوش السيد علي. عندك عندك بعكار مثلا، حاعطيك امثله عن تبعول عكار، رباح، النوره، البقيع، العبوديه، حكر الظاهر، نبي بر، شق كروم، العريضه، السمائيه، سكروا الجيش عدد منهم ورجعوا فتحون. عندك معابر بمحله المشرفه، ركان الحاج حسن، هول الجيش موزع اسمائهم لاصحاب المعابر، اسماء المعابر، معبر العريض، معرض آل الجمل، معرض الحاج محمد رشيد جعفر، معرض ابش، معرض انافس، معرض مطريق، معبر خضر مخيبر ناصر الدين، معروفين بالاسم، معبر علي وجه خير الدين. عندك اكثر من هيك، من
اشخاص يعني بعضهم هلا شغالين هلا اللي بيهربوا المازوت والبنزين هيون معروف عنوانه وين هادي خليل خالد علي زرائر عمر الحاج حسن جعفر مع اسماء بس بعضهم موجودين ببيوتهم بيقبضوا على الرسم $100 صاروا واكثر هلا ليش انا عم بحكي كنت عن فضيحه عكار لانه عم تتهرب اسلحه عم نشوفها بايدي السارقين والفاسدين هيدي الاسلحه الى صوت يعني اسلحه تركيه عندنا معلومات انه اسلحه تركيه عم نشوفها عند هودي الحرميه اليوم البلد غرقان بالسلاح التركي اليوم كل الجرائم اللي عم تصير بهذا السلاح يعني حق الفرد بشرب المية $150 بينبيع هذا المصدر الفرودي هول عم يجي عن طريق تهريب البحر عن طريق هول العبارات اللي حكينا عنه اليوم هذا الفرد هو اول شيء خطر على اللي عم يستعمله لانه بيقولوا انه منه كتير يعني ممكن تطلع الطلقه فيه لانه ما في اليه استعماله مختلفه عن اليه استعمال غير فرودي اليوم غرقان البلد فيهم اليوم اي ولد صغير عمره 12 13 سنه بتلاقيه حامل فرد على خصره وماشي فيه هذا خطر على السلامه العامه بالبلد لو رايحين كل ما عم بيزيدوا الناس فقر وكل ما عم بيزيد الاجرام وكل ما عم بيزيد التوتر الطائف البلد والسلاح موجود لوين اخذين البلد هذا خطر جدا يعني ما حدا منتبه بكره بتوقع الواقعه بقولوا يا ريت عملنا ويا ريت سوينا نحن عم نحذر عم نقول له انه فيه عم يفوت بطريقه غير شرعيه خلي القوى الامنيه تلعب دوره خلي الجيش يلعب دوره ويضبط الواقع الموجود بكل المناطق لانه صارت فلتان الامور العميد المتقاعد جورج نادر اهلا وسهلا فيك الو للمستمعين اليوم الشريط الممتد من نقطه المصنع يعني الى جرود القاع الى اقصى الشمال شرقي لبنان عم بيخضع لمراقبه شديده من قبل الجيش اللبناني والتهريب فلتين وين التوك خلينا اول شيء نعترف بشغله ما في ولا حدود بالعالم مضبوطه 100% هيدي امريكا والمكسيك هيدي الاردن والعراق الاردن وقت كانت المشكله مشاكل بالعراق والداعش حط كل قوته الجيش الاردني مع كل التكنولوجيا اللي عنده فقط على حدوده مع العراق وما قدر ضبط التهريب وتسلل المسلحين 100% أول شيء ضبط 100% مستحيل هذه من ناحية تقنية من ناحية سياسية لأنه نحن منا بس عم نشتغل أمن كبير اليوم السيد علي بيعرف أنه اليوم إذا أنا وقفت مهرب وديته ووقفته وبعثته وقال لي النائب العام وقفه وقفته بعثت له إياه والتاني يوم حكي زعيم من الزعماء وفلته شو بقدر بعمل أنا يعني اليوم الأمن وحده لا يستتب بده أمن وقضاء وإرادة سياسية والأستاذ علي بيعرف أكثر مني اليوم أنا ما عم أقول مش عم دافع عن حدا وماني بمعرض دافع عن حدا في محلات بعض العناصر بيشتركوا بالتهريب بعض الضباط بيشتركوا بالتهريب إيه مضبوط ووقفوهن وحسبوهن بس هذا منه قرار اليوم بلد فلتين ما في عندي سلطة سياسية أرجع لها ما في رئيس جمهورية في حكومة تصريف أعمال إلا السعيد باللي ما أنا مستعيد مجلس النواب بيشرع سياد بده سياد بده ما بيشرع قضاء كلنا بنعرف الاستاذ علي بيعلمنا اكثر بالقضاء هو بيعرف الخفايا اكثر منا نحن لانه هي شغلته في قضاء اليوم في قضاء انا اذا بدي شكي عليك اليوم مختلف انا وياك لمين بتشكى بتروح للقضاء اذا انت لك دليل على القضاء وفي زعيم يحميك انا بدي اياك الاسئله لو كان انا معي حق فاذا اليوم بدون قضاء مستقل ونزيه لا يمكن امنيا وحده تعمل شيء مستحيل بعدين في الحدود واضحة فقط من ناحية الشمال لأنه في نهر كبير هو معلم طبيعي فاصل بين البلدين إنما بالشرق في محلات كثيرة ما أنا واضحة ومحلات مختلف عليها متنازع عليها بيننا وبين السوريين السوريين يرفضون ترسيم الحدود يرفضون لأنه ما بيعترفوا أنه في حدود الخرائط العسكرية السورية بيكتبوا بالاصطلاحات تحت الخريطة حتى توضح شو هي الرسوم بالخريطة بيحطوا الحدود الدولية مؤقتة ما بيعترفوا بالحدود الدولية لأنه العقيدة البعثية لا تعترف بالحدود بين الدول العربية لا تعترف بس بلبنان بس بالغرب لبنان بتعترف ما في مشكلة وما حدا بيتدخل بس لأنه عنا الضعف بلبنان نحن الحيط الواطي نحن بيتدخلوا فينا الإسرائيلي بيتدخل عندنا السوري بيتدخل الأمريكاني الإيراني الأوروبي السود كل العالم بيتدخل عندنا ونحن حيطنا واطي ما عنا سلطة معنا أمن معنا قضاء للأسف. هل أعداد العسكريين تابعين لفوج الحدود أو القوة المشتركة بتكفي لتغطية طبعا المنطقة بشكل كامل
حتى ما يبقى يعني اذا نحن عندنا قرار، عندنا قرار سياسي بمنع التهريب على مر اي قرار سياسي، اي هذا قرار اذا نحن بكفي الجيش اللبناني بكفي هذا منو قرار سياسي، هذا قرار اعلامي وفقاعة صابون. ما حدا عنده قرار سياسي بمنع التهريب، ما هن في نواب عم بيهربوا، نواب هن عم بيهربوا بس على مرأة على مرأة من العين الجيش اللبناني والقوى الأمنية. يا سيدتي قد يكون على مرأة من الجيش. طيب مين بيحاسبه للنايب؟ مين بيحاسبه؟ أنا فين يحاسبه؟ أنا ما لي حق واقف على الحاجز لو كان معه سلاح بسيارته. لا حسوني ما في سياسي اليوم، ما في أمن 100% عسكري. الأمن إذا لم يكن سياسي حميته وفي قرار سياسي بالأمن يستحيل يكون في أمن. لو عندك مليونين عسكري بدك قرار سياسي، ما في قرار سياسي. مين بده يقرر قرار سياسي؟ ما دام بيطلع رئيس الحكومه بيقول لك قرار الحرب مستلم منه عندي انا مستعين، ما فيني اعمل شيء. بيطلع وزير الداخليه بيتنطح من عنده. هيدا مالي اي بس هيدا بيسمح لعناصر يعني من ضباط وعناصر القوى الامنيه انه يكون عندها علاقات مع المهربين؟ لا ابدا ابدا ما بيسمح. المناقبيه العسكريه تجوز بكل الاحوال، لو كان جيعان العسكري ممنوع يمد ايده. انا ما عندي ما في عسكر اشتغل، ما قلت لك بالبدايه قلت لك قد يكون البعض متورط، اي صحيح حوسبوا وعم بيتحاسبوا، بس هذا ما له قرار، هذا ما له سلوك القيادي، هذا ما له سياسه قياده الجيش. انا ماني عم دافع عن قياده الجيش. ولما بغلطوا بطلع عندي جرأة اطلع احكي وقول له، بطلع لعنده لقائد الجيش بقول له في غلط هون وهون، مش القصه هون. بس يا ست شو بدي بالعنصر؟ العنصر مش هو البيل مش هو اللي بيقرر. طيب انا بدي اعطيك مثال، خذ الى الحدود السوريه لما بيجوا المهربين لمايلتنا نحن الهربانين يعني المتسللين او يسمون الناجحين الاقتصاديين، بيجي المهربجي تبع ادلب او ما بعرف من وين، معه ريحه 200 300 شخص، بيجي على الضابط السوري تبع الهجانه تبع حرس الحدود السوري من ميل السوريه، بقول له هودي 200 شخص بدي يهربهم. اكيد في مهرب لبناني متواطئ من ميل الثاني وفي بيوت لبنانيه بنيمون عندهم، بتطلع بالاسماء الضابط السوري. انا عم بخبيك اخبر شهود عيان عم بيحكوا الحديث، بقول له هودي الاسماء، شلي هيدا وهيدا 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 وهيدا، هودي مطلوبين اذا اجوا بدنا نوقفهم، البقيه مرقون. بيقبض وبفل، يعني في قرار من الميل الثاني وفي عدم قرار من ميلتنا. في قرار من الميل الثاني انه سهلوا التهريب وما في مشكله يحلوا عنا هودي بيعملوا لنا مشاكل، ومن ميلتنا نحن ما في قرار، في لا قرار، ما في قرار. كذب تسمعي بالاعلام كذب عن قصه انه نحن بدنا نضبط الحدود، بدنا نرسم، بدنا نرد النازحين، كذابين كلهم، ما حدا منا بده يرد النازح، ما حدا منهم. اي قرار نازحين اليوم امبارح قتلوا شو اسمه باسكال سليمان. ايه بس مش عجز رسمي، ما يخبرونا عجز رسمي، في قرار انه يضل النزوح مستشري، مش عجز رسمي فينا نقول. عجز؟ لا هيدا عجز. شو اسمه لما ما باخذ قرار انا او باخذ قرار خلبي يعني بحكي بالاعلام شيء وبشتغل شيء ثاني، هذا عجز، عجز اخلاقي وعجز سياسي وعجز وطني وعجز تقني، شو ما بدي اسميه، عجز من كل الميلات. ما هيدا هالعجز عم بيسبب ضغوط على القوى الامنيه. نعم يعني اذا لقيت عسكري هرب ساعد قبض له 100 دولار وهرب على الحدود، هذا العسكري كله سوا هو القصه كلها، لا مش مضبوط. طيب اكثر من هيك، بس في انت عندك حدود ممنوع حدا يقرب عليا. معبر القصر القصير بدي اسمي لك اياه. القصر القصير ما في ولا قوه امنيه، لا جيش ولا درك ولا امن عام ولا جمرك ولا الملكوت، ما في الا حزب الله هناك، بروحوا بيجوا. مين بتبطل هيدي؟ مين؟ يعني هزولات، فينا نقول هزولات؟ هزولات مش بس هزولات، يعني احنا باسوأ ظرف بيمرق فيه لبنان، نحن اليوم باسوأ ظرف. ما عندنا قضاء، عندنا امن هش، عندنا سياسه مستقيله، سلطه مستقيله من مسؤوليتها حتى من تصريف الاعمال، عندنا مجلس النواب ما بيقوم بدوره، وعندنا بلد مقسوم طائفيا، شات اللي بدي بهيج الناس طائفيا وشات اللي بدي بهيج مذهبيا. لك ما دام بنختلف مين العدو الصديق، احنا شو بدي اقول لك؟ هذول اكثر من هذول كمان. شكرا لك. العميد المتقاعد جورج نادر قال اللي لازم يقوله. شو تعليقك؟ اول شيء تحيه للعميد صديقنا عزيز. اي معه حق، هو في قرار، بدنا قرار. يعني انا بتمنى بالزمانات صار في قرار، انا بتمنى هيدي الصوره ارجع اشوفها.
إذا بتبين على الكاميرا. أنا بتمنى أشوف إيد الجيش اللبناني واقفة والجرافة عم تسكر المعابر الغير شرعية. ما سكرون بس من كم سنة لورا سكرون لأنه كان في قرار اليوم سكرون وكان عم في دراجات نارية عم بتنط فوقهم. نعم لأنه ما ضل في إشراف على تسخيرهم يعني. نعم. اليوم نحن ما بيكفي روح أنا حط سوارة ترابية مثل ما عملنا هون بوقتها، حطيت سوارة ترابية وسكرت كل المعابر عن طريق الجيش اللبناني وما ضل في رقابة على الواقع اللي صار هناك. رجعنا فلينا ورجعوا بعدين هن رجعوا على رجعنا فلينا ورجعوا بعدين هن فتحوا المعابر ورجعوا كملوا. هذا القرار السياسي والأمر لازم ينعطى للجيش لحتى يقوم بدوره ويضرب بإيد من حديد. اليوم ما بقى عندنا حل. إيه بس السلطة السياسية أستاذ علي عم بتقول يعني هي تحت حجة عدم تخريب علاقات لبنان مع الدول والجهات المانحة، يعني كل اللي عم بيصير تهريب السوريين اليوم ما بدها تضرب اليوم بالعكس تماما. اليوم إذا بدها تكون علاقته منيحة مع الجهة المانحة ما لازم يكون في تهريب، لأنه اللي عم بفوت على سوريا عم يظهر هذا ما إنه بحاجة للجهة المانحة، هذا معناته ما في خوف عليه من النظام السوري، ليه عم يروح ويجي على سوريا بهالطريقة؟ يعني قادر يفوت على سوريا، ما إنه بحاجة للأمم المتحدة تحميه، اليوم اللي بحاجة للأمم المتحدة تحميه واللي بضل هون وما بيقدر يظهر ومعه بطاقة الأمم المتحدة، يلي بيكون وضعه قانوني، هذا اللي بيكون بحاجة لحماية الأمم المتحدة، اليوم ما في هذا مبرر إنه في أزمة بسوريا ما بنضبط الحدود بلبنان، لا ما نحن كمان بلدنا خرب. لبنان خرب من وراء هالواقع، يعني نحن شو ناطين ليصير في هجرة جماعية من بلد من اللبنانية لحتى نجي نقول كان لازم نعمله كان لازم نساوي؟ كان في أبراج مراقبة أنشئت لتمويل وتجهيز بريطاني من سنوات لضغط في حلول. كبير في حلول لعمليات التاريخ. نعم. في حلول في حلول، نحن قدمنا لهم حلول وقلنا لهم كيف فيكم تضبطوا الحدود، كيف فيكم تزيدوا عدد المعابر الشرعية، كيف فيكم تقصروا المساحات بين المعابر الشرعية لحتى يصير في معابر شرعية أكثر، وكيف فينا نحط كاميرات وكيف فينا نحط أسلاك شائكة بالمناطق الرخوة يلي صعبة إنه نقدر نضبطها. في مليون طريقة إنك تضبط الحدود وهذه في تجارب. شو هي شيء أبرز الطرق اللي. أبرز الطرق أول شغلة الشوائك. نعم في نقاط رخوة بتكون على حدود يلي هي صعبة انها تنضبط بينحط فيها اسلاك شائكة، في نقاط مثلا بحاجة لكاميرات لانه مسهلة بتكون سهلة، في مناطق بحاجة ليكون في نقطة مركزية موجودة للكورة عم تضبط. ما عم قولوا نحن نضبط 100% ولكن على الاقل بصير ما بقى في شيء تهريب على مرأة، يعني مثل بيقولوا على مرأة الناس كلها سوا مثل ما هلا عم بصير اللي بده يعمل عملية تهريب بده يحبك له مزبوط، واذا وقع بيوقع وقعة كبيرة لانه بيكون في قضاء عم بيحاسب، لانه القرار ما بس قرار على الارض مع الجيش اللبناني، القرار بده يكون كمان اعطاء الغطاء للقضاء انه يضرب كمان بإيد بالحديد للمهربين وللهيدا. في عنا أكتر من هيك، نحنا كمان في عنا تجديد لقانون الجمارك كمان، نحنا عنا مشكلة قانون الجمارك حتى عبر معابر الشرعية إذا صار في تهريب بيقتصر العقوبة على الغرامة ما في حبس فيها، هيدا لازم تتشدد ونحنا عم نشتغل عليها لنعمل هلا تعديل لقانون الجمارك وتجديد العقوبات فيه. يعني سواتر وأسلاك شائكة ما هي على المعابر الشرعية، ما هي على المعابر الشرعية عم تتهرب أكتر من المعابر غير الشرعية. بالنهاية يعني تنقاط سالكة وآمنة. بالنهاية ما فينا نضل نقول إنه لأنه في شواز هون ما فينا نحل المشكلة هون، نحن مشكلة المعابر غير الشرعية قتلت لبنان حاليا، لأنه نحن فعلا لبنان هلا هويته ضاعت من وراء هالمعابر غير الشرعية. اثنين ما عم نعرف شو عم ناكل، ما عم نعرف شو عم نشرب، ما عارف الأدوية اللي عم تفوت شو هي، ما عم نعرف شيء عم يفوت على البلد وما عليه رقابة من الدولة اللبنانية، يعني نحن بخطر، الكيان اللبناني بخطر كبير من جراء هالتهريب عبر المعابر غير الشرعية. أول شيء بدها تعمله الدولة لتحافظ على سيادتها هي تضبط حدودها، ومن بعد ضبط حدودها بتروح بتضبط الفازين والرشاوى وبتضبطها بالمعابر الشرعية، لأنه هذا كله سلسلة متصلة مع بعضها بتبلش مطرح وبتنتهي بمطرح لنوصل للشيء اللي بدنا إياه نحن، لنظافة الكفلة لازم تكون بدوائر الدولة موجودة. بس إذا بنترك كل الأمور ما هي مشرعة، ما هي مشرعة خلقة شو يعني، ما إذا حسبتي هون وتركت أنت المعابر غير الشرعية مفتوحة شو نكون استفدنا؟ في كمان صندوق النقد، يعني من الشروط اللي وضعها هو انه مثل ما قال التهريب على الحدود، مثل ما قال العميد جورج نادر بيجوا بيقولوا بدنا نوقف التهريب وبدنا نعمل اجراءات وهن فعليا عم بغطوه، وبروح بيضحكوا على الصندوق النقد الدولي انه عم يشتغلوا عم نعمل اصلاحات، بيقولوا بدنا نحارب الفساد، بيجيبوا حدا ما عنده لا حمايه ولا مظله سياسيه قال عم بيحاسبوه بالفساد، وهن الفاسدين الكبار قاعدين على كراسيهم ما حدا بيقول لكم شو عم بيقولوا شو عم تعملوا، ونحن عم نعاني منها بالاخبارات اللي بنقدمها، بنلاقي قال بيدعوا على الناس الصغار يلي ما عندهم غطاء سياسي، والناس الكبار يلي هن بكونوا الفاسدين الكبار يلي اخذين المبلغ الكبير من المال العام ما حدا بيقرب صوبهم لانه عندهم حمايات. عنده في فئه بلبنان ممنوع تمسك
توصل امام القضاء، هي اعلى من القضاء، شفناها بتفجير المرفأ وبنشوف عم نشوفها بملفات الفساد وشفناها بملفات التهريب ومتابعه لكل الاطراف مش لطرف واحد. يعني انا بعكر بعطيك مثل مهربين الحطب ما قدروا يوقفوا ولا واحد منهم مع انه نعرفه بالاسماء، ورئيس بلديه طول كرم قال لهم اسماء 1 2 3 هول اللي عم يكسروا الحطب وعم بيبيعوا التهريب على المعابر غير شرعيه للسوريين. ما توقف غير اي حدا منهم لانه اعلى من الدوله واعلى من القضاء واعلى محميين من سلطات ماسك البلد. وبالتالي يعني نحن اليوم اذا بدنا نضل نكون دوله على الضعيف وعلى المواطن اللي ملتزم بالقوانين ما في كمل الواقع هيك، ما في يكون في استنسابيه منحاسب ناس وناس اللي عم يسرقوا السرقات الكبيره هن محظيين بالحمايه والمظلات السياسيه. هي صرخه عم نطلع اليوم من عندك من حلقتك لهون لنقول اذا ما عملتوا اصلاح ما فرقتوا البلد من اللبنانيه. اليوم ما في جيل لجيل من عمر 20 لعمر 30 اساليهم بالطريق شو بدك، بقول لك بدي هاجر، فقدوا الامل بالبلد لانه شافوا سلطه ما فرقه مع البلد، ما بدها دوله بدها دويلات. على كل حال يعني اليوم تجارة الأعضاء هي كمان أكتر شيء يعني اليوم عم بيصير فيه تهريب فيها، وهي دي الكارثة الكبرى طبعا. بس دولة ما عندها قرارة، مواطن ما عنده وراء. أنا حاسألك سؤال، نعم. مواطن ما عنده وراء، ما سجل لا بلبنان ولا سجل عند الأمم المتحدة، بفوتوا بيظهر على الطريق الغير شرعية، إذا صار في جريمة عليه هون وبيعت أعضاء مين بيعرف فيه؟ طيب هذا مش ظلم؟ في فئة عم تنظلم هون الصغار شو ذنبهم؟ أي متى بدهم ينوضع حد لهالظلم؟ أي متى نصير بدنا نعيش بدولة مش بشريعة غايب؟ أي متى هالسلطة السياسية بدها تشبع اليوم وتاخذ قرارات اللي ما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين؟ هيدا بلدنا وبدنا نحافظ عليه، ما معقول نكفي بهالشكل، مش هيك؟ طبعا طبعا. سمع قديه حكينا عندك بحالة حاجة تطلعوا تحكوا بالإعلام عن إنجازاتكم وعن خططكم. بدنا انجازات على الارض مثل ما قلنا، بدنا مثل هالصوره نشوفها هلا بقوه بكل المعارك غير الشرعيه. اعطوا امر للجيش اللبناني يضرب بايد من حديد، الجيش واجباته يحمي البلد ويحمي سياده لبنان. نقطه على السطر. لا. شكرا لك عضو المرصد الشعبي لمحاربه الفساد المحامي علي عباس، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم اصدقائي المشاهدين والمستمعين، الى اللقاء بكره مع حلقه جديده.